اخوتي اخواتاتي واحد، السلام عليكم ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير، واهلا وسهلا. كنبغي نقول لكم مرحبا بكم في هذه الحلقه الزوينه، حلقه شيقه فيها مجموعه ديال النكات واعرين واعرين بزاف ومازال جداد وبالميكه ديالتهم. غتفرجوا ليا في الفيديو من الاول حتى الاخر، حق مولانا غتموتوا بالضحك، وما كاين ديما ديما ارى بالرعب. واحد خاينا رجع للدار، لقى مراتو ناعسة مع واحد في البيت النعاس، يلا بغا يطلع ليه الدم. هو انا قصدك خاينا، قال ليه شاركتي معانا في الكاميرا الخفية مبروك عليك. هو يقول لي حشومة لك صاحبي، هادي راها المرة الخامسة، عمركم ما بينتوني في التلفازة. البنت المغربية كتحشم من واحد اللي عنده شخصية قوية، اما الا شفتيها مقصدره قدامك اعرف راسك راك باللي نعجة. لا تعطي سرك لشخص عزيز، لان كل عزيز له عزيزة، ومن عزيز لعزيزة سافر سرك بلا فيزا. الدريات شتتومك عالي صيفت شي خبزة في المرقة، كتقول لك راها بيتزا. البنت المغربية كتكون مهد او ظريفة وزوينة، غا كتحط رجلها في الطوبيس يا خويا كتولي اكبر وحش على وجه الارض، كتشد بلاصة ليها وثلاثة صحاباتها. وحتى ما يلقاو مع من يهضروا عادي تمو جايين عندك يقولك السلام، كاين شي جديد؟ كاين القرقوب ويشري. اشتو الام المغربية النهار لك حال عندها هو تاخذ ليها المقلة ديال المغرير وتسخن فيها المرقة. الى كل فتاة بلوكها حبيبها، انت الان تعتبرين مطلقة الكترونيا ولديك الحق في النفقة، اجري على حقك. اشتي في داركم، في داركم الى طلبتي من عند شي واحد شارجور بحال الى طلبتي من عدو يتنازل لك على حقه اللي كاين في سويسرا. رسالتي الى جميع الرجال، شتي المرا واخا تغلط معاك خاصك انت اللي تطلب منها السماحه وانت اللي تشيخ عليها، عرفتي علاش؟ حيت سيدي ربي خلقها بحال هكا. هذا واحد المغربي قالوا لي غادي نعطوك النص في المغرب غادخل سوق راسك، هو يقول ليهم النص الاخر لمن غتعطيوه؟ النصيحة ليك اختي، الا كنتي مقلقة وطالع لك الدم دخلي لبيتك وسدي عليك، غادي يبان لك خيالك كاين في الحيط، لعبي معاه ضحكي معاه شطحي معاه بوسي عنقي، يا اما ترتاحي يا اما تعوجي. لو كان الخمر حلالا لشربتوه، هذه خولة في عمر 16 سنة ما كيخليوهاش دارهم تروى شاي، لحقاش كتبوا لهم في الفريش. انا شخصيا كنعتبر المكياج ديال شي بنات حتى هو نقاب، لحقاش كيسر وجههم الحقيقي. قال لك يا سيدي تزوج ما حد التران مازال ما مشاش عليك، بحال اللي هادوك اللي مزوجين التران غا كيتسرى بهم من المدينه للمدينه.
المغربية كتكون جالسة في أمان الله وحفظه، ما بها ما عليها. تا كيقول ليه عقلها، نودي سيري الدار مع أخوك يسلخ أمك وتقالي جلسي. واحد خاينا هز التليفون، هو يعيط للبوليس، هو يقول لي معافاكم جو عندنا درك، راه كاين هنا المضاربه وكاين الدمايات والحجر، وكاينين واحد الناس هازين سيوفة، وحدين اخرين راه هازين الفراده. هما يقولوا لي البوليس هادشي فين بلاصه كاين؟ قال لي كاين في الاي بي سي 2. شوفوا البنات، راه غير غادي يحسبك باللي وليتي كتبغي وكتحماقي عليه وتموتي عليه، غادي يبدا يعذب في والديك تدريجيا تدريجيا تدريجيا. رجل ذهب الى خطبة الجماعة فسمع الإمام يقول بأن النظر إلى الزوجة بكل عطف وحنان فيه أجر عظيم. لما عاد إلى المنزل وأخذ ينظر إلى زوجته بكل عطف وحنان، فقالت له زوجته وكولني كولني حسن. الفرق ما بين الراجل والمرأة في الخيانة، غا هو كيخونها مع أي وحدة، وهي كتخونه مع اللي حسن منه. بغيت غنسولكم الله يرحم الوالدين، واش حتى نتوما في الدار عندكم هذيك القضية ديال طفي الضو باش البيت يبرد ولا حنا؟ اشتغل بنت المغربية ملي كيكون طالع عليها الدم وطالع عليها عايشة كدوز من حدا الباب تجي فيه وتقولي بعد مني تتق، والله يستر.